خلينا نتكلم على أرض الواقع، يعني أهم المناطق التي تم الانسحاب منها حتى الآن من الجانب الروسي، وأهم أيضا المناطق التي تتوغل فيها عسكريا، ربما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار بالتأكيد قواتها في مهاجمة الجانب الأوكراني بضربات صاروخية لكتيبة دنيبرو وغيرها من الأماكن. على أرض الواقع أبرز الأماكن التي تم الانسحاب منها والتي تتوغل فيها حتى الآن بالنسبة طبعا للجانب الروسي. نعم نستبين، الجانب الروسي أكد بتخفيض العمليات العسكرية على كييف وتشيرنهيف، أيضا بانسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا ومن مدينة كراماتورسك ومن مدينة إلزبين. كل هذه المدن الجانب الروسي أكد انسحاب القوات الروسية منها. أما وبخصوص المنطقة الشرقية لأوكرانيا وتحديدا منطقة الدنباس، الجانب الروسي يحاول السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل، وايضا منطقه مدينتي اديسا وخاركوف الجانب القوات الروسيه ستدخل هذين المدينتين وستحررهم من القوميين الاوكرانيين وستحقق اهداف العمليه العسكريه. الان الكلام هنا في روسيا بدا بشكل كبير يتحدث عن العمليات العسكريه، المفاوضات هنا لا احد يعول على المفاوضات مع الطرف الاوكراني، وخصوصا بعد الطلب المتزايد للرئيس الاوكراني من الغرب ومن بريطانيا، ويوم امس خلال زياره رئيس الوزراء البريطاني الى كييف، هذه الزياره اتت في رساله تهديد الى روسيا بان الجانب البريطاني والامريكان يريدوا اطاله امد الحرب، هم لا يريدون انهاء الازمه، هم لا يضغطون على النظام اوكرانيا بالجلوس على الطاوله والتفاوض مع الجانب الروسي، بل على العكس هم يوردون المزيد من الاسلحه والصواريخ الى اوكرانيا لاطاله امد العمليه لاطاله امد الازمه، وايضا هم يريدون استنزاف الجيش الروسي، وحتى لو طيب تلف الامر اكثر اوكرانيا. يعني دعني اقاطعك، هل روسيا في هذا السياق ترغب في التفاوض والجانب الاوكراني طبعا وما يدعمه من حلف شمال الاطلسي والناتو ويعني دول اخرى، هل يعني روسيا ترغب في الجلوس على طاوله المفاوضات ولكن الجانب الاخر يرفض ذلك حسين؟ بالتأكيد روسيا تريد التفاوض وتريد الحوار. الرئيس بوتين خلال كلامه منذ بدء العملية العسكرية أكد بأن روسيا حاولت للمرة الأخيرة والوقت الأخير حل الأزمة بالحوار والدبلوماسية، لكن الغرب وأوكرانيا لم يساعدوا روسيا على حل هذه الأزمة، بل على العكس أجبروا روسيا إلى عملية عسكرية لتحقيق أهداف محددة. روسيا بطبيعة الحال هي لا تريد عملية عسكرية، وبهذه العملية هناك خسائر للجيش الروسي، وهذا ما تؤكده الدوائر الرسمية هنا في روسيا. أيضا الاقتصاد الروسي تأثر من العقوبات الغربية، ومع اشتداد العقوبات الغربية يتأثر الاقتصاد الروسي أكثر فأكثر. هنا في موسكو وفي جميع الأراضي الروسية هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، أيضا الشركات الأجنبية أقفلت هنا في الداخل الروسي، واليد العاملة التي كانت تعمل داخل هذه الشركات الآن بلا عمل. الحكومة الروسية تحاول على تقديم دعم مالي لهؤلاء العمال، لكن موسكو أجبرت بهذه العملية العسكرية. بالتأكيد موسكو تريد الحوار والتفاوض مع الجانب الأوكراني، لكن هذا الحوار لن يكون على حساب روسيا، أي بمعنى روسيا لن تتراجع عن أي من أهدافها، هي ثابتة على أهدافها وسوف تستمر بعملياتها العسكرية لتحقيق هذه الأهداف. الآن الكلام للسادة المشاهدين هنا حسب ما يؤكده معظم الخبراء والمراقبين بأن الكلام عن المفاوضات هو أصبح بعيدا، الآن الكلام هو للعمليات العسكرية، وأيضا يوم أمس تم تعيين قائد للعملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية، هذا القائد هو كان قائد العمليات الروسية في سوريا وأيضا شارك في ضم شبه جزيرة القرم، أي بمعنى أن لهذا القائد المزيد من الأرشيف أو التاريخ الذي يتكلم عن بطولاته وكيفية السيطرة وتحقيق الأهداف. هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس بوتين تعني بأن القوات الروسية ستسيطر وستستمر بعملها وستستمر بعملياتها العسكرية لتحقيق الأهداف، وأن الأسابيع المقبلة سوف تكون أسابيع أكثر حاسمة وحامية بالنسبة الأسابيع القادمة. هو تقييمك أم تقييم الإدارة العسكرية الحديث عن الأسابيع القادمة في العملية العسكرية؟
وهو تقييم تامر الحقيقة، هو تقييم الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين والعسكريين. الإدارة العسكرية الروسية بطبيعة الحال هي جهة رسمية في بياناتها فقط تعلن عن المنشآت العسكرية الأوكرانية التي تم استهدافها وعن المراكز لتجمع المرتزقة وللمعدات العسكرية. أما عن التقدم العسكري الروسي أو عن كيفية أداء القوات الروسية في على أرض الواقع، بطبيعة الحال وزارة الدفاع لم تعلن هذه المعلومات، لكن المراقبين والمحللين الذين معظم كلامهم يأتي من الدوائر الرسمية الروسية أو لربما هم قريبون من الدوائر الرسمية الروسية يؤكدون بأن الأسابيع المقبلة هي أسابيع حاسمة وحامية وخصوصا في منطقة الدنباس، لأن بالتأكيد الجانب الروسي الآن لم يعول ولن يعول على المفاوضات، لأن الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية ومع المطالبة الروسية في جميع الأوقات الجلوس وحل الأزمة وتقديم التنازلات أمام الأهداف الروسية، الجانب الأوكراني على العكس لم يقدم أي تنازل جدي، وعندما قدم تنازل جدي ضغطت واشنطن على السلطات الأوكرانية وتم إنشاء جريمة بوتشا لاستفزاز القوات الروسية ولتشويه الصورة الروسية وأيضا لتقديم معلومات مضللة عن العمليات العسكرية. وأيضا الجريمة الأخرى أو الاستفزاز الأخير هو كان في قصف أوكرانيا استهداف القوات الأوكرانية لمحطة سكة القطار في مدينة كراماتورسك. وأيضا روسيا تؤكد بأن هذه الاستفزازات ليست الأخيرة، بل سنشاهد مثل هذه الاستفزازات في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة، أي بمعنى كلما اشتدت العمليات العسكرية واقترب القوات الروسية من السيطرة على مدن إضافية كلما بدأت الاستفزازات حسين من الطرف الأخرى. نعم حسين، 77 سفينة محاصرة من قبل أوكرانيا، من قبل 18 أو تتبع 18 دولة، هل روسيا هنا ترد اتهام؟ سمعتني حسين؟ حسين على الأقل يبدو أننا فقدنا الاتصال بحسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، إذ كان معنا عبر الهاتف من العاصمة الروسية موسكو.